على قاعة رواق الفندي بعمان أقيم معرض فني للفنانة العراقية بشرى الخطيب تحت عنوان همسات ملونة. اللوحات أكدت عمق ارتباط بشرى بالحياة من خلال الأعمال التزيينية والجمالية اللي بقت مشغولة بها طيلة مدة إقامتها بعمان. الجديد بأعمال بشرى الخطيب هو تنفيذ أعمالها على لوحات أخذت أشكال هندسية مغايرة للمألوف ومنها الأشكال البيضوية. تراتشي حضرت حفل افتتاح المعرض وهذه جوانب منه. خلال عنوان اللي لاحظت همسات وألوان للفنانة بشرى، لما دخلت إلى المعرض وشاهدت لوحات الفنانة بشرى هنالك انسجام رائع ما بين الألوان والتشكيل، وحتى أن الفنون استغلت الفنون البغدادية القديمة كانت رائعة في إخراجها اللوحة بشكل رائع، روعة يعني حقيقة بالنسبة لمعظم الأعمال. فلاحظ في جناح اللي خلفي لوحات فنية تحكي قصة بغداد القديمة، وهنالك أكو يعني لوحات كذلك بالنسبة للبغداديات القديمة ولكن بأسلوب المنمنمات الرائعة وبألوان زاهية منسجمة مع بعض. الأسلوب رائع بالنسبة للشكل البيضوي لأن احنا متعودين اما على المستطيل او المربع، ولكن إخراجها بهذا الشكل اعطاها طابع اخر وستايل اخر بالنسبة، وأنا حقيقة معجب بهذا الأسلوب وبهذا الإخراج. حقيقة ما شاهدته يدعو للإعجاب والتقدير، فن راقي حقيقة. والفنانة بشرى أعرفها منذ هي كانت شابة صغيرة، في الحقيقة هي دائما كانت تهتم بمثل هذه الأمور، وهذا المعرض حقيقة تجسيد حي وواقعي وعملي لاهتماماتها. أما من حيث الفن فيتجلى الفن فيه بأروع صوره. والله السيدة بشرى الخطيب الحقيقة أبدعت في إنجاز هذا المعرض بلوحاتها الفنية المتميزة. أنا حضرت كثير من المعارض، يعني عبرت عن الروح العراقية، لأن الفن محبة، الفن سلام، الفن بإخلاص وصدق بالتعبير. حقيقة كنت دائما من كنت صغيرة أقوم معارض
مشتركة. بالفترة الأخيرة فتحت جاليري بغداد وكان الطلب مباشر، يعني دائما أنفذ اللوحة وعليها طلبات، فما أجى ببالي أنه أسوي معرض شخصي. بس بالفترة الأخيرة حقيقة كل الأصدقاء والأهل قالوا لي من المفروض تسوين معرض شخصي يكون أفضل. هذا حصيلة 4 سنوات 55 لوحة فنية طبعا غير اللي كنت أنفذها وتنحجز. بس أنا اخترت حقيقة مواضيع ثانية إضافة إلى المرأة، فصار عمل تشكيلي شامل. كنت أرسم هاني على الزجاج، فالثنر سبب لي أضرار صحية فمنعت طبيا من استخدام هاي المواد، التجأت إلى استخدام الأكريليك والحمد لله والشكر يعني مريح العمل، ومواد ثانية أضيف أستخدم مواد أكثر من نوع بالعمل.